قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. فاجأ الفنان مصطفى عمر جمهوره بنشر صورة له مع زوجته الثانية أمس، والتي تزوجها بعد انفصاله عن زوجته الأولى غادة عيسى عقب زواج استمر لأكثر من 20 سنة. هنا مع زوجته الجديدة غادة. وعلق مصطفى عمر على الصورة التي نشرها عبر حسابه على انستغرام قائلا: زوجتي الغالية ولحظات قبل التصوير، شوية طاقة إيجابية. وده البوست اللي حطه على انستغرام: زوجتي الغالية غادة ولحظات قبل التصوير، شوية طاقة إيجابية. بقى من 19 ساعة امبارح يعني. وهنا برضو صورة له نشرها مع بنت أخوه، وكتب: أصغر بيبي في العيلة، في عيلة عمر، ما شاء الله، بنت أخويا مليكة أحمد عمر، حبيبة عمها بردانة، بس الجو في اسكندرية رائع. وهنا نشر صورة تانية ليه معاها. كمان نشر صورته مع والدته الله يرحمها، أمي الله يرحمها، حسن الأمان، ربنا يجعل مثواها الجنة ويخلي لي أبويا الطيب ويديله الصحة والستر، ربنا يخلي لكم أمهاتكم ويرحم موتاكم. من ناحية أخرى، كان قد أعلن الفنان مصطفى عمر رسميا انفصاله عن زوجته غادة عيسى بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ولديهما ولدان هما تيام وإياد. دي غادة عيسى اللي هي زوجته الأولى. وأثر أيضا عن زواجه بسيدة أخرى تصغره في السن، عمر كان ارتبط بالزوجة الجديدة منذ 3 سنوات بمحافظة الإسكندرية. هنا مع زوجته الجديدة غادة، اسمها غادة برضو، مصادفة غريبة. لكنه لم يرغب في ذلك الوقت إعلان هذا الزواج حتى لا تحدث مشكلات بينه وبين ولديه اللي هما تيام وإياد. دي صورته مع زوجته الأولى غادة عيسى مع تيام وإياد. والمصادفة الغريبة في الموضوع هو تشابه اسم زوجته الجديدة مع زوجته السابقة، وكان مصطفى عمر قد انفصل عن زوجته الأولى السيدة غادة عيسى في هدوء وبطريقة متحضرة، وهي التي أنجب منها ولدي تيام وإياد، واللذين يراهما كل شيء في حياته ويتعامل معهما كأصدقاء. هنا مع زوجته الجديدة. من ناحية أخرى، أبدى الفنان مصطفى عمر إعجابه بأداء نجلي تيام في مسلسل طاقة نور مع النجم هاني سلامة، ونشر مصطفى عمر عبر حسابه على انستجرام صورة لتيام مع هاني سلامة، وعلق قائلا: طاقة نور مسلسل رائع وأداء عال لتيام مع أخويا النجم الكبير هاني سلامة المتألق دائما. هنا مع تيام وهاني سلامة: أنا فرحان جدا، ربنا يوفقهم مع المبدع رؤوف عبد العزيز. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي لاقت إعجاب العشرات وتعليقاتهم التي تحدثت عن الشبه الكبير بين الشاب ووالده. إيه رأيكم؟ في شبه كبير بينهم؟ شاركونا في التعليقات. تيام مصطفى عمر مولود 26 أكتوبر 1966، مغني مصري، التحق بكلية التجارة قسم إدارة الأعمال إلى أن وصل سنه إلى 22 سنة. معروف طبعا، مطرب مصري مشهور. ولم يجد أي معارضة من أهله في دخوله مجال الفن، حيث كان يسكن أمام كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وكان والده يملك محل تصوير مستندات. تزوج من غادة عيسى ولديه منها ولدان، كان قد شاركا في أداء أغنية الطائرة في فيلم بحبك وأنا كمان. أنا مع زوجته الأولى غادة عيسى. دي صور متفرقة ليهم من مراحل حياتهم، هو ومراته الأولانية وابنيه.
تيام وإياد. انفصلوا بعد حوالي 20 سنة جواز. مضى مصطفى عمر في طريقه الفني وهو مطرب يميل إلى الرومانسية. في البداية كان يغني خارج المدرجات في كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، وتعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمي وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة، وكانت بدايته مع أغنية ولا يا أبو خد جميل في ألبوم منوعات لقاء النجوم. والجدير بالذكر أنه قبل هذه الأغنية عمل ألبوم كامل مع فرقة يحيى خليل التي كانت تتمتع بنجاحات عديدة مع مطربين آخرين، ولكن هذا الألبوم فشل، مما اضطر مصطفى عمر للرجوع سريعا لحضن الفنان حميد الشاعري الذي كان صاحب أكبر نصيب من أعمال مصطفى عمر الناجحة والتي توالت بعد ذلك، ويليه بمسافة ليست صغيرة الفنان طارق مدكور ثم الفنان محمد مصطفى. ديت غادة عيسى زوجته الأولى. دي صور متفرقة ليه معها. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.